مشاركته قبل قليل بحفظ الله ورعايته في هذا التحدي. نسير مباشرة إلى المراكز الأولى ونتقدم إلى المركز الأول، إلى الانطلاق الأول هناك في هذا المسار وهذا التحدي الجميل على أرضية هذا الميدان. نسير مع المركز الأول والانطلاق الأول، مسيطرة على مقدمة الشوط ندى لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني وسالم بن عامر المدهوشي يقودها في التضمير، ولكن هناك تبديل وهناك تغيير من هجن العاصفة في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الذي تتقدم على المركز الأول وتنطلق في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع، ولكن تغيير ما شاء الله، تغيير على المركز الأول. الشاهينية غيرت، الشاهينية تعود ملكيتها لسمو الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، يضمرها بخيت بن سالم بن عبد الله المسافري، بينما المركز الثاني ثاني المراكز زعفور لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم سري بن سالم بالعرطي يقودها في التضمير، بينما هناك المركز الثالث نوف من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي تندفع في هذه اللحظات على المركز الثالث، والمركز الرابع اللي فيه ندى لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني مع سالم بن عامر المدهوشي، وتتدخل في هذه اللحظات الذيبة لسمو الشيخ سلطان بن زايد هيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي يقودها في التضمير وهي في المركز الخامس، بينما المركز السادس هذه دمعة تعود ملكيتها لسمو الشيخ محمد أو لسمو الشيخ هيان بن ذياب بن سيف هيان الصادق بن فضل الأمين يضمرها، وهناك دخول في هذه اللحظات تدخل تقرير لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم العرطي يضمرها، وتاسع المراكز تتواجد في السائحة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري يتولى عملية تضمير هذه الانطلاقات والتحديات. وهناك المركز العاشر مشاهدينا متابعينا الكرام اللي فيه الحبيلة تعود ملكيتها لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الاندفاع في هذا الانطلاق. يا سلام يا سلام يا سلام، هناك في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الشيق والجميل، عودة مرة ثانية بعد النداء الأول للعشرة المراكز الأولى في هذا الشوط وهذا المسار الجميل. نسير مع المركز الأول، الذيبة تنطلق على مقدمة الشوط، الذيبة تغير مسار هذا الشوط إلى المركز الأول، إلى الانطلاق الأول لسمو الشيخ سلطان بن زايد هيان وأحمد بن خلفان بالصايغ المزروع يقود الذيبة في تضميرها وفي أداها الجميل، بينما المركز الثاني نوف تأتي في المركز الثاني اسمها من ثلاث حروف نوف على المركز الثاني من هجن العاصفة وغياث الهلالي كذلك يقودها في التضمير، بينما المركز الثالث أشوف الانطلاق والتحدي تحركت ندى لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني سالم بن عامر المدهوش مدهش المضمرين الذي ينطلق مع شعار الغراء الحاضر والمقدم في هذا المساء، نقطتين في انطلاقات وتحديات هذا المساء الجميل. هناك تتدخل دمعة لسمو الشيخ هيان بن ذياب بن سيف آل هيان الصادق بن فضل الأمين يقودها وهي على المركز الرابع، بينما المركز الخامس هذه تقرير لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم العرطي الحميري يضمرها. يا سلام يا سلام، بدأت الأمور وبدأت الانطلاقات والتحديات وزاوية الاتجاه والاتجاه مباشرة إلى خط النهاية وإلى ناموس وإلى الفوز في هذا المسار الجميل. هناك مع المركز الأول ومع لوحة الكيلو الأخير وهذه الذيبة، هذه الذيبة لسمو الشيخ سلطان بن زايد هيان تتصدر مجموعة هذا
الشوط، تتصدر هذا المسار احمد بن خلفان بالصايغ، المزروعي يقودها في التضمير وهي تتربع على المقدمه، ترقص ترقص على المركز الاول في هذا المسار. المركز الثاني نوف من هدن العاصفه بقياده غياث الهلالي، تتحرك مشاهدينا متابعينا الكرام اللي هي دمعه لاسم شيخ نهيان بذياب بن سيف النهيان والصادق بن فضل الامين، يقودها في التضمير ولكن خلاص روح روح يا بالصايغ روح، الامتار الاخيره الامتار الاخيره، التحديات الاخيره مع هذا المسار ومع هذا الانطلاق الجميل. ما شاء الله السيطره على المركز الاول، الذيبه على المركز الاول لاسمه شيخ سلطان بن زايد النهيان، احمد بن خلفان بالصايغ، ولكن شوف التغيير شوف التبديل ما شاء الله، دمعه بدلت على المركز الاول لاسمه شيخ نهيان بن ذياب بن سيف النهيان، تتقدم دمعه على المركز الاول، تعلن الفوز خلاص في هذا الشوط. تهانينا لاسمه شيخ نهيان بن ذياب بن سيف ال نهيان على هذا الفوز وعلى هذا الناموس، ومشكور الصادق فضل الامين. المركز الثاني وصلت فيه الذيبه لاسمه شيخ سلطان بن زايد النهيان، المركز الثالث وصلت في مشاهدي العزاء وعد من هدن العاصفة، والرابع اللي هي نوف من هدن العاصفة، والمركز الخامس هذه وصلت لاسمه شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، وهي تقرير. هكذا مشاهدينا العزاء متابعينا الكرام، عودة إلى التوقيت الزمني في هذا الشوط، وهذه دمعة تنتزع ناموس هذا الشوط في توقيت زمني مقداره في 5 كيلومترات 7 دقائق 45 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا لاسمه شيخ نهيان بالذياب بن سيف النهيان، ومشكور الصادق فضل الأمين على قيادة التضمير، بينما وصلت في المركز الثاني لهي الذيبة في توقيت زمني مقداره 7 دقائق و46 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لاسمه شيخ سلطان بن زايد النهيان وأحمد بن خلفان بالصايق المزروعي من قادها في التضمير، بينما المركز الثالث وصلت في وعد من هجن العاصفة في 7 دقائق 48 ثانية و8 أجزاء من الثانية. شكرا كذلك غياث الهلالي في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع على شاشة دبي ريسنج. مشاهدينا متابعينا الكرام، ينتهي أعاد التوقيت الشوط التاسع وينطلق على الجانب الثاني من الشاشة الشوط العاشر. الشوط العاشر 10 أشواط مساء هذا اليوم في هذا الانطلاق وهذا المسار الشيق والجميل الذي يحمل تحديات ميدان المرموم مع سن القاية، سن المفاجآت وسن السرعة والانطلاق الجميل.